الحمد لله، كل حق لله ما أعطى إلا ما أهب. لكن انقلت منهم، ما كان شيء نرده، ما كانوش عن هذا عدم تنظيف. هذا عندي وهذا ولد عمي، ما كان شيء نرده، لكن قفز صغير. هذا عدم هذا الوسخ، كان يهمله، ما كان شيء نظف الذي طالع. هذا الحمد لله على كل حال. لقيته ميت، هذا رجله ما كان شي ينظفه، هذا يطلع عدم النظافة. وحول قوتنا بالله، قدر الله ما شاء فعل. قد اشتريت علاجات، انا اشتريت علاجات على قوة الله. هذا اشتريت العلاجات، أنا شين رجلة، يعني كنت أحاول على قوة الله بالله. وعيون أيضا، اللهم شديت جهدي وخلاص، ومش عالجته، يعني كم عالج اسبوع، ما شاء الله قدر الله ما شفى، بس متأخر، ادولي كل شيء متأخر، هذا السبب. ويعلم الله كم شهر شهرين. مات الكناري، الحمد لله على كل حال. هذا من بالتدين دا يعملوا غلطات فاتحة. يعني تشتري سمول، يعني سمول كي، هذا صعب منه، هاي اثنين صغير، صعب منه. ما كان شيء ينظف، ولا كان شيء عن العين تدمع. وهذا رجله ما مات علشان هذا، تهمين النظافة، يهملوا النظافة. عين هذا رجله، وآخر الوداع.
هذا رجل. هذا الرجل ما كان شي ينظفه، ما كانوش القف الصغير محور ولا قوت الا بالله. ودع اخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء الكنال. قدر الله ما شاء فعل، إلا ما أخذ إلا ما أعطى ولا ما أخذ، كل شيء عنده بقدر. اللهم حزن هذا شكل الذكر وهذه الأنثى. بدأت تطلع.